مفيدة وفيها عبرة، كل يوم تجمعنا فكرة مفيدة وفيها عبرة، كل يوم تجمعنا فكرة مفيدة فيها عبرة، كل يوم تجمعنا فكرة مفيدة فيها عبرة، خبرات في الغوطة خبرة ويكاد أفهم للفكرة، عبدات ينصح ويسامح كل يوم تجمعنا فكرة، سالم ما هو متكيس ينصح يدب والفكرة، من هذه القصة عبرة كل يوم تجمعنا فكرة، مسائل المواقع نظر دمو على جهة ريفة مس الواقع شوفوها معهم خيطرة. ماني مفتت نو زمن تو زمن حامي تعرف طالع زمن حامي تخاف تجقد ولد حامي زمن بس الحمار قوي عمر بداية قلت انت يا اخوي في الليل دائما تشوف اخوي جاي هون كثر في الليل سنين كرشي مني ماني صايب لا نمشي من بروجيت دم دد 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 ما تشوف اصحابك تمشي بينا معاك ليه تمو يا اخونا نو انت واسكي جد صغيرين جد صغيرين اسقال لا انت على راسك ضم راسك اخوي سجارت ما تكمنهم احنا بس محرمين سجارتهم برضه سجارت مضره بالصحه برضه اخوي اعطيني الزكاه برضه اخوي احنا سجارت ما تكمنهم سجارت تشوف يوم حياتك تكتب لنا نفتح لك والله احنا سجارت لا ما هي سجارت يلعب سجارت طالي شو اخوي زماده عني زماده عني لسه عنده سندل عني انا وسو سندل ولا تعاجيك مين السلام عليكم عسى اخو عنده خلي يزم خش يلا بوت طر شوي احنا طر شوي احنا نروح عند الخامر اسمعنا ناس بعد اسبري اسمعك مولا انا والله انت اسمع عن طاري لك شيء انت خاب شعينا لا يزيد اسبري لا يزيد لا يزيد انت في الدقه بتوي انت في الدقه بتوي اي وين فات الدقه مرتين ايش السلام عليكم اتورطري اخلي زقه هذه زقه السلام عليكم بوي خالد حمسك هذه زقه خالد حمسك هذه واخا انا ما ترى شيء حتى ماني واخاو كنت داير بصارات انا كنت داير بطاقه في راسي انا تحت كنت داير قلع شو لا هما كنت دايرهم ما شو خلاص شو رد شو رد شو تبغى ترى اخبار اخبار تجي من انت عبدات من البوتيك معنا نقيسوا عبدات نقيسوا عبدات نقول عندنا اخبار يا بلاد مو طبيعي عيسى مو طبيعي عيسى مو طبيعي انا خايف عليك اول مره شو نوع من السجاري البيضاء يكمل يكمل ما نسامين خايف عليك ما نسميها ما نسميها لا تسمع وين تنقيس عبد الرحمن اعطيني نقيسوا كل يوم تجمعنا فكرة مفيدة فيها عبرة كل يوم تجمعنا فكرة مفيدة فيها عبرة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبداش طاري عبداش طاري يا شو ماسي يا اخي بعد وقتي شو ماسي خير طيبه كمنا خير امور خير شو ماسي عاد اللي مبولا الى بيها عاد انا خليك لي زري خليك لي وتاي قلت لك انت عندك بعيسى عيسى عيسى خطير اسمه عيسى ولك توبي مالو هو ما رديت عليك مطرطق معاش من التريكات صغيرين ما رديت عليك عاد ولا نعوذ بالله المخدرات والكمين نعوذ بالله يمشوا يخربوا خطرات الرواية هنا تيا تذهب العقل قاع نعوذ بالله خطير اختار من الخمر حق الله نعوذ بالله ويمشي يرفدوا الأرواح ويسرقوا وهذا يلتزمون تراقبوا أصل حق هي خطير هي مخدرات خطير يلتزمون تراقبوا تراقب شو تراقب الأماكن العامة أيوه. والأسواق أيوه. والمدارس خاصة أيوه. والبلايدات تتعاون وتقبل وحدين أخصائيين
في تقصي هذه المجرمين. حتى احنا ملاعبين على اخبارهم للمجتمع. حتى العمي لا بدنا نعرف. يعني حتى ذاك سيجاردنا عادي. تفو بها هي خطيره خطيره خطيره. بتتعامل الدوله مع انتربول الشرطه الدوليه ليات يحقوا فيها تقدم. عبدت لك ايش قطعتك مين؟ قابلت مع الله. اي اخوك عندك اخبارها ما شاء الله تبارك الله. عدد هم بيجيكوا. بيجيكوا بعد؟ ما هو فادي. قلت لك سلام عليكم. حتى نمشي كلنا ندركوا عيسى. انا خايف عليكم انتم. السلام عليكم. انا صلاة تخاف عليكم. انا خايف عليكم. انا خايف عليكم. تخاف عليهم انكم عيسىكم. احنا بدنا نعرفوا اخبار شنو؟ السلام عليكم. عيسى عيسى. عسوا من عيسى. دركوا. عسوا من اصحابه كلهم. عدلنا انت دروجك حالا دروجك ان شاء الله. عدلنا لا عسوا لا ماصيكم بعد. ايوه عسوا بعد على روسكم. راهو بعد حد مشاف لانه خطير وهذا الدوله يلا تراقبوا يلا تراقب المدارس يلا تراقب الاسواق يلا تراقب الاماكن العامه ويلا يعود عندها متخصصين في هذا المجال تتعامل مع الشرطه الدوليه الانتربول وتعدل مكافحه حقيقيه لشينقال المخدرات والمسكرات لانه هذا خطير على المجتمع وخطير على الدوله قاع من راسها وخطير على الشعب وخطير هذا خطير وتريكم الرائدين لا يعقوا يدخلوا مشكلة لا تم الوقت العيسى هذا سلم ما هو متكيس ينصح يهدف والذكرى من هذه القصة عبرة كل يوم تجمعنا فكرة سكري والله ما نقول لحد دام لو بتسيق دام خارتين ومتعمش شو سكري صاحبي سكري ما نقول منه ما لا تقول لحد ما نقول لحد اي وتري عندك بس شو معك شو سكري ها سكري بعد تمر اوه كل ماشي ويلاه ويلاه شيء قدام قدام سكر مالك شيء في بار اخرى صاحبي انا لا مش عارف شيء تعني صاحبي خارج اللابتوب صاحبي والله ابو طوب صاحبي صباح صباح زين الحمد لله كل شو ما سنت صاحبي الكاميرا ان شاء الله الحمد لله ابو ذكر ذكر صاحبي واحد ذكر صاحبي تكاي استنين جيتني تشين والخلاف معك انت عرم قاسي ترانكيل يا ابو برادي عنك والله صاحبي برقع نايس شو ما سنت احوا ان شاء الله ايش طاري وكل وين انت عندك عيسى صاحبي داك عادي بيجي باي داك راه داك عاد حامي نحن معاكم لا اصحابكم لا اصحابنا اصحابي انا قلت لك زمد عني تم دم راك معانا ولا انا معاك جوجو صاحبنا اللي نقول لك جوجو اكرف صباح جوجو كيشو كبير اللي نقول لك شو بيو بطاتي انا ديبي اوكي زين صاحبي تويت ما هو ناقصه تويت فهمو انت كنت تحت ما تعرف منين جاك داش بلا كيلو تقول كلام شارع شو نو بوت كاي نو بوت حاني ما تمسك بوت ما ادري مزال قهوه لا تمشيت بعد صاحبي
مانيش انا عارف مانيش انا عارف زمن بويا رولي رولي يا كي شيرين اقبا واحد ممكن بواحد رولي انا قد بواحد خويا رولي يا انت فوت طين طين الزقب تكايس تكايس شو سيدي خلاص يعطيك تكايس يا مطار او بول زين بول اعطيني يا فوت جوكي دافع شنو داخل راسه تو سهل المواقع نظمة دمه على جهة ريبة مز الواقع شوفوها معهم خيطرات كمية وكالين كمية لا 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 أخوان شو يسأل سهل سهل أنا خير ما خلصك يا حلوة ما حلوة يا نايس يعني قلت لك عنك شكانك مالك هون قلت لك فضح حق الله سهل طين سهل مش على نافية فردو موزين شو جوك حق واسع عندنا ما قبل لا شفت شو عاد اقول لك تلفاردو اخواتنا يجي يمشي معانا بعد لا انت قلت شوف اذا تر خلينا في غبردو انا قاعد قرف لا شو لا يمشي ابراهيم باردو انت خويا باردو انت نو شو دور السيد لاك شو دور السيد شو 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 نعرف صافا قوم قيسوا من الصراحه حق اصحاب تواد تجي تدور لوحدكم ابن حيروا لي معاكم او جوك جو لك راه دوك راه يبغى راه بريزي كابري هاد وشي براي واجد انا هاد كرسي هاد كرسي واصلنا خلونا ريلاكس ايش هذا ما يعرف مولا خمرين بعد قالت واحد قلت له تاوي طالع صاحبي يتصاحب قال له عنه كان سيركت يقول لك يا رد راسك والله رد راسك شنو والله ايه
دارني رب راسه اخويا دارني ما هي الشغل ما هي حياه. اسمع الراجل يقول لك تعمل المخدرات الواحد ماشي في شقع ما هو واحد عارف الواحد في شو. ايه مخدرات يا الله 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 يا ال